بيبدأ الفيلم ببنت اسمها داني وبتكون شغالة في مجال التصوير والفوتوشوب في شركة اسمها ديبرافتي، وبنشوفها وهي في المكتب مع المديرة بتاعتها، وبتبلغها المديرة ان هي قرأت المقال بتاعها وشايفة ان هو سيء جدا. ولما بتسألها داني عن السبب بتفكرها المديرة بان هي محررة صور مش كاتبة، وبتقولها تركز على مجالها وبتتريق عليها شوية قبل ما تسيبها وتمشي. وبعدها بتخرج داني من المكتب وبتقابل زمايلها في الشغل واللي بيكونوا بيتجنبوها دايما وبيبعدوا عنها، وبتشوف كل زميلها اليوتيوبر المشهور وبتبقى معجبة بيه ولكن مش بيركز معاها، فبتتضايق وبتمشي على مكتبها. وبتقابل زميلها كليفن وبيكون ده الشخص الوحيد اللي بيحاول يقرب منها، ولكن للأسف هي ما بتبقاش حاسة بمشاعر ناحيته. وفي طرح للبيت بتتفرج على فيديوهات تساعدها ان هي تبقى كاتبة شاطرة، لان دي واحدة من الامنيات اللي هي بتتمناها. وبعد شوية بتشوف داني زميلها كل نازل من عربية، فبتروح تتكلم معاه يمكن تلفت انتباهه ويعجب بيها، لكنه بيفتكرها من معجبينه، فبتحس هنا باحباط لانه حتى ما يعرفش ان هي معاه الشركة. فبتقوله ان هي زميلته في الشغل وبتكذب عليه وبتقوله ان هي شغالة كاتبة. ولما بتلاقيه مطنشها بتحاول تلفت انتباهه بان هي حابة تطور من نفسها وهتسافر لباريس عشان تحضر حفلة تبع الكتابة، فبيركز معاها كولين في الوقت ده وبتكلمه شوية، وبعدها بتمشي. وبترجع بعد كده لبيتها وبتفكر هتتصرف ازاي في الكذبة دي، وبتحاول تعرف اسعار تذاكر الطيران لباريس، ولما بتشوف الاسعار بتنصدم منها، فبتجيلها فكرة وهي انها تستغل شطارتها في الفوتوشوب وتعدل صورها وخلفيتها لأماكن في باريس لحد ما الناس تصدق ان هي فعلا سافرت لباريس. وبتتصل بأهلها ومديرتها في الشغل وبتقول لهم ان هي رايحة حفلة مهمة في باريس، وبتفضل تنزل صور ليها في باريس وبتخلي كل حاجة ماشية بشكل منطقي لحد ما كل الناس بتصدق ان هي في باريس. وبعد شوية بيجيلها اشعار على الانستجرام بتاعها، وبتعرف ان خطتها نجحت لان كل بدأ يتابعها، وبتنبسط من نفسها جدا عشان قدرت تلفت انتباهه. ولكن تاني يوم بتصحى داني على كمية رسائل كبيرة جدا من اصدقائها عشان يطمنوا عليها بعد ما عرفوا ان في مجموعة ارهابية عملت انفجار خطير في نفس المكان اللي داني كانت المفروض مسافره له. فبتكلم والدتها وبتحاول تطمنها عليها وبتفكر تعترف لهم بالحقيقة، بس لما بتشوف رسالة من كولين بان هو عاوز يطمن عليها بتغير رأيها وبتقرر تكمل في كذبتها. وبترد على كولين وبتقوله ان هي كويسة، وبتنزل فيديو بتقول فيه ان هي قدرت تنجو من الانفجار ده بمعجزة وان هي مش عايزة حد يقلق عليها. وبعد كام يوم بنشوفها وهي في المطار وبتتحرك معاهم عشان تمثل ان هي كانت في باريس وراجعه، وبيستقبلوها اهلها في المطار وبيحضنها والدها وهو بيعيط، وبيروحوا للبيت وبيفضل والدها حزين لان هو كان هيخسر بنته. وبتتكلم معاها والدتها وبتسالها لو شافت الانفجار، فبترد داني عليها بان هي شافته وان هي متاثره جدا من ساعه ما شافته. فبتتاثر والدتها ووالدها جدا وبيحاولوا يهونوا عليها شويه، ومن الوقت ده بيزيد اهتمامهم بيها جدا وبيديها والدها فلوس كتير وبيقول لها تشتري اللي هي عايزاه. وبالليل بتدخل والدتها الاوضه بتاعتها عشان تطمن عليها، وبتقولها ان هي بتحبها جدا وبتعرفها قد ايه ان هي فخوره بيها. وتاني يوم بترجع للشغل بكل النشاط وبتخطف انظار كل الموجودين، وبتوقفها المدير او بتتكلم معاها وبتقولها ما تضغطش على نفسها في الشغل ابدا، ولو حبت ان هي تمشي بدري تقدر تمشي، ولو حابه كمان تاخد يوم او يومين اجازه مفيش ادنى مشكله. وبتعتذر لها على الخلافات اللي كانت بينهم، وبتقولها قدام الكل ان هي شخصيه قويه، وبتسقف لها هي وزمايلها في الشركه، وبيبان ان داني مبسوطه لان هي لقت الاهتمام اللي كان ناقصها. وبتطلب من المديره تسمح لها بكتابه مقال عن تجربتها في الحادثه، وبتقول ان ده هيساعدها تتخطى الالم بسرعه. فبترد عليها المديره وبتقولها ان هي موافقه جدا، وان كمان الشركه بتاعتهم هتتشرف بان هي تكتب على المنصه بتاعتهم، وبتقولها ان هي كانت بتقصوا عليها زمان عشان تطلع الكتيبه اللي جواها. وبعدها بيتجمع زمايلها في الشغل وبتحكي لهم عن اليوم اللي حصل فيه الانفجار، وبتقول لهم قد ايه كان يوم جميل لحد ما ظهر راجل غريب لابس جاكيت واسع، وبتقول لهم ان هي حست باحساس غريب وكان احساس سيء جدا وكان لازم تمشي وقتها من المكان ده، وبعد ما مشيت من المكان حصل الانفجار وكان المسؤول عنده الراجل ده. وبعد شويه بيجي كولين يطلب من داني يتكلم معاها، فبتروح له وبتقول له ان هي مبسوطه لان هي عايشه وما حصلهاش اي حاجه في الحادثه، وبيبقى واضح ان في بينهم نظرات وبيبان انهم معجبين ببعض. فبتروح داني وهي مبسوطه لان هي قدرت تلفت انتباه كولين، وبتركب المترو وبتقلب في تليفونها عشان تشوف عدد المتابعين اللي عندها، وبتبقى مبسوطه اكتر بسبب شهرتها. وفجاه بتتخيل واحد ارهابي لابس جاكيت واسع، فبتتخض داني وبتحاول تساعدها الخوف. وبعدها بتوصل
البيت وبتعمل بحث عن الناجين من الانفجار، وبتروح لمجموعة NYC للناجين عشان تعرف تفاصيل عن الحادث وتعرف تألف كتبتها كويس، وبتقعد معاهم وبتسمع كلام المجموعة عن اليوم ده، وبتتكلم داني وبتقول لهم ان هي مش هتقدر تحكي قصتها علشان هي لسه متأثرة بالحادثة، وبتتعرف على روان بعد ما عرفت ان هي شخصية مشهورة، وبتطلب منها رقمها او حسابها الانستجرام بتاعها علشان يبقوا اصحاب ويتكلموا مع بعض، وبتوافق روان وبياخدوا ارقام بعض. وبترجع بعد كده داني لبيتها وبتعمل بحث عن روان، وبتعرف ان هي نشيطة في مجال السلامة من الاسلحة، وبتسمع لها خطاب، وبتعرف ان هي شاعرة ومؤثرة اجتماعية. وتاني يوم داني بتقابل روان وبتطلب منها يتمشوا مع بعض، وبتطلب داني المساعدة منها بخصوص المقالة اللي هتكتبها، فبتوافق وبتاخدها لساحة الغضب، وبتقول لها ان المكان ده بيساعدها ان هي تطلع الطاقة السلبية اللي جواها، وبيفضلوا يكسروا كل حاجة قصادهم في الساحة عشان يخرجوا الطاقة السلبية دي. وبترجع داني لبيتها عشان تكتب المقال بمساعدة الكلمات بتاع روان، وبتألف قصة حزينة جدا وبيتم نشرها على منصة الشركة، ولما بيقروا زمايلها في الشغل ومديرتها القصة دي بيتأثروا بها جدا، وبتعجب روان بالمقال جدا برضه، وبتقرر ان هي تشيره على حسابها الشخصي عشان تساعد داني ان هي تبقى مشهورة. وبعدها بيروحوا لمجموعة NYC للناجين، ولما بيسألوا داني عن احساسها بترد عليهم بان هي ارتاحت نفسيا بعد ما اعترفت في المقال ان هي مش بخير، وبتقول لهم ان هي مبسوطة لان هي شايفة المشاهير بيستخدموا مقالها في الكلام عن صدماتهم، وبتقول لها روان خلي بالك لان الشهرة ليها ضريبة وان الناس ممكن تقلب عليها بسرعة وساعتها تبقى مكروهة، ولكن بترد عليها داني بان هي عدت بأسوأ من ده بكتير. وبعدها بيخرجوا وبيتمشوا مع بعض، وبتقول داني لروان ان هي السبب الرئيسي في انتشار المقال، بتحذرها روان تاني وبتقولها تخلي بالها لان في اوقات الانترنت بيحاول الضحايا المجرمين. وبعدها بتسيبها وبتدخل مدرستها. وبنرجع للشركة وبنشوف مدير الداني وهي عاملة احتفال ليها مع زمايلها بمناسبة نجاح المقال بتاعها، وبيجي كليفن وبيقول لها ان مقالها اداله الشجاعة في الكلام مع ناس حواليه. وبعدها بيظهر كولين وبيطلب من كليفن ان هو يتكلم مع داني لوحدهم، وبيقول لها ان هي محظوظة بدعم روان ليها لان هي ساعدت في انتشار المقال بتاعها جدا، وبيطلب منها تحضر معاه حفلة في نهاية الاسبوع لان هيبقى فيها شخصيات مؤثرة في المجتمع، وبيسألها لو تحب يكتب اسمها في قائمة الحضور، فبتقول له ان هي موافقة، فبيطلب منها رقم تليفون، وبيقول لها ان هو هيبعت لها التفاصيل عليه. وبيجي معاد الحفلة وبتقابل داني كولن، وبنشوف الكل بيحاولوا يتصوروا معاها لان داني في الوقت ده بتكون مشهورة جدا، وفي الوقت ده بيبقى كولن معجب بيها جدا، وبيقول لها ان هو عايز يفضل معاها وجنبها. وفي الوقت اللي بيصورها كولن بيظهر لها طيف الارهابي صاحب الجاكيت الواسع اللي ظهر لها قبل كده في المترو، وبتكون خايفة منه جدا، وبتمشي من الحفلة وبتحاول تتصل بكولن بس مش بيرد عليها، وبتعرف ان هو مع صاحباته البنات فبتزعل. وبتروح بعد كده تقابل روان بعد ما بعتت لها عنوان المكان اللي هي فيه، وبيلعبوا مع بعض وبتنبسط بالوقت اللي بتقضيه معاها. وبعدها بتمشوا سوا وبتقول داني لروان ان هي فرحانة وبتشكرها على الوقت ده، وبعدها بتطلب منها انهم يتقابلوا الاسبوع الجاي، لكن روان بتعرفها ان هي عندها تحضيرات لخطاب مسيرة مهنية ولازم تحضر له، فبتعرض عليها داني ان هي تساعدها في كتابة الخطاب، وبتحاول تقنعها بان افكارهم متشابهة ويقدروا يقدموها مع بعض، فبتوافق روان على عرضها وبتحضنها قبل ما تمشي، وبتكون معتبرة داني اختها. وبنشوف تاني يوم زميل داني اللي اسمها هاربر، وبتكون داخلة مكتبها وبتطلب منها تعدل لها المقالة بتاعتها عشان تنجح، وبتقول لها داني ان هي مش هتقدر تشتغل عليها غير بعد الاسبوع الجاي ولازم تمشي حالا عشان تلحق المسيرة مع روان. وبتقابل داني كولن وهي خارجة من المكتب، وبيحاول يتكلم معاها وياخد منها معاد عشان يقابلها ولكنها بترفض، وبتقول له ان هي مشغولة، فبيستغرب من اسلوبها ده. وبعدها بتمشي وبنشوف هاربر وهي داخلة مكتب داني، وما بنعرفش هي داخلة تعمل ايه في المكتب. وبعدها بتقابل داني روان وبيروحوا مع بعض المسيرة، وبيكونوا متحمسين جدا وبتبدأ الناس تشجعهم وتهتف ليهم. وبعد كده بنشوف روان بتدي المايك لداني عشان تبدأ الخطاب، ولما بتتكلم بيظهر لها طفل ارهابي فبتتوتر وبتفقد تركيزها، وفجأة بيلاقوا العاب نارية بتترمي عليهم فوق المسرح، فبتخاف روان وبتنهار، وبيضطر رجال الامن يشيلوها ويودوها المستشفى. وبتدخل داني عشان تطمن عليها، وبتشوف ان هي حزينة بسبب هجوم الناس عليها على السوشيال ميديا وانهم بيقولوا عليها ان هي شخص جبان وخافت من شوية العاب نارية. وبتحاول داني تهديها وبتفكرها بكلامها لما قالت لها ان الانترنت ممكن يحول الضحايا الاشرار، وبتستغرب روان من ثبات داني لان هي ما تأثرتش رغم ان هي مرت بحادث انفجار من قريب، وبتحكي لها روان ان هي ما استحملتش الموقف لانه فكرها بانفجار مدرستها ايام زمان، وبتسيبها بعد كده عشان ترتاح وبتمشي.
وتاني يوم بتروح هاربر لبيت داني وبتقولها انهم لازم يتكلموا بخصوص موضوع باريس، وبتعرفها ان هي عرفت كل حاجة وان هي مسافرتش وان كل ده كده. ولما بتحاول تقنعها بان الكلام ده غلط بتطلع لها هاربر اللابتوب بتاعها، وبتعرفها ان تصرفاتها كانت غريبة من بعد رجوعها من باريس، وبتفضل هاربر تلومها على كدبها لحد ما بتنهار داني من كلامها، وبتطلب منها ما تعرفش حد وبتعرض عليها فلوس، ولكن هاربر بترفض وبتدي لها خيارين، الاول ان هي هتكتب مقالة وتفضحها فيها، والخيار التاني ان هي تديلها فرصة تعرف الناس الحقيقة، وبتقولها ان قدامها يومين تختار فيهم، وبتعرفها ان هي لازم تعتذر لروان وبتسيبها وبتمشي، وبتقعد داني تفكر في حل للمشكلة دي وبتقرر تكلم روان وتعتذر لها، ولكنها ما بتقدرش وبتقرر ان هي تعمل مقال للكل وتعترف فيه على كدبها، وبتقول ان هي كدبت عليهم وعدلت على الصور بتاعتها عشان تبان ان هي سافرت، والحقيقة ان هي كانت قاعدة في البيت وما كانتش تقصد اللي حصل ده، وان هي عملت كل ده عشان تلفت انتباه كولين، ولكن الموضوع خرج عن سيطرتها. وبعد ما بتخلص كتابة المقال بتنشره، وبتروح لها روان في المكتب وبتفضل تلومها على اللي عملته، وبتقول لها ان كل الناس بقوا بيهاجموها اكتر وشايفينها دلوقتي كدابة زيها، فبتحاول داني تعتذر لها لكن روان ما بتكونش حابة تسمع منها اي كلام. وبعدها بتدخل مدير داني وبتطردها برا الشركة. وبعد كده بنروح لبيت داني وبنشوفها وهي محبطة وحزينة بعد ما شافت هجوم كل الناس اللي تعرفهم عليها، وبتدخل في فترة اكتئاب بسبب ده، وبتروح لبيت اهلها وبتفضل كمان والدتها تلومها على اللي عملته، ولما بتخرج والدتها بيجي والدها وبيحضنها عشان يهون عليها، وبتمسح داني بعد كده كل حساباتها من على السوشيال ميديا. وبعدها بفترة بتحضر جلسات للدعم النفسي عشان تتكلم عن حالتها لان هي ما بقتش تحب نفسها. وبعدها بنشوف داني في حفلة شعر لروان، وبتقول ان القصيدة دي مختلفة عن اللي هي كانت ناوية تقولها، وانها تبقى قصة شوية بس لازم تحكي قصتها. وبتبدأ القصيدة بعتابها لداني على تمثيلها عليها وتصنعها للمشاعر، وبتقول ان هي محستش بالذنب وهي بتستغل حادث مات فيه ناس كتير عشان تبقى مشهورة، وبتقولها ان هي كانت معتبرها صديقتها فعلا وكانت دايما بتدعمها وكانت مستنية في المقابل مشاعر صادقة مش ان هي تستغلها عشان تزود شهرتها. وبتقول كمان ان رغم كل حاجة وحشة حصلت بسببها الا ان هي بتشكرها عشان بسببها هي بتقول القصيدة دي، وانها تقدر تسامحها لكن مستحيل يرجعوا اصحاب زي الاول. وبعد ما بتخلص القصيدة بتنزل تحضن والدتها وبيسقف لها كل الموجودين في القاعة، وبيكونوا متأكدين من صدقها في الوقت ده ومشاعرها الحقيقية. وبتمشي داني بعد ما عرفت ان هي خسرت اعز اصدقائها بسبب كدبة ملهاش لازمة، وبيخلص الفيلم.